السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في السيمينار المجمع لأقسام تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين بنات أسيوط والجامعات المصرية اللي مشرفانا، جامعة المنيا، جامعة المنصورة، جامعة طنطا، جامعة قناة السويس، جامعة أسوان. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في جزء مهم جدا من الميكانيكس، وهو 1 point contact versus 2 points contact to control root position. هيقدم لنا السيمينار النهاردة إن شاء الله الطبيب إبراهيم عطية متولي، وهو طالب دراسات عليا ماجستير بقسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر فرع أسيوط under supervision of associate professor دكتور محمد أحمد سالم head of orthodontic department faculty of dental medicine الأزهر University أسيوط برانش. نتمنى إن شاء الله السيمينار النهاردة يكون مفيد. طبعا أي جزء في البايوميكانيكس في تقويم الأسنان ده جزء مهم جدا جدا بالنسبة لأخصائيين واستشاريين تقويم الأسنان. إن شاء الله السيمينار النهاردة يكون شيق وفيه معلومات جيدة. اتفضل يا دكتور إبراهيم، قدم السيمينار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنتكلم بإذن الله عن الـ 1 point contact versus 2 points contact to control root position under supervision of associate professor دكتور محمد أحمد سالم head of orthodontic department faculty of dentistry الأزهر University أسيوط branch. هنتكلم عن شوية basic concepts وبعدين عن الـ 1 point contact versus 2 point contact والـ friction versus bending والـ selection of arch wire during the phases for orthodontic treatment. بداية لو اعتبرنا المالوكلوجن كديسيز زي اي ديسيز له دراج، فهيكون الدراج فور تشويس بتاعنا هو الفورس سيستم اللي هو الدراج الوحيد اللي ما فيش غيره لعلاج المالوكلوجن. وزي اي دراج زي ما له روت اوف ادمنستريشن وله دوزج مظبوط عشان يدي الافكت المظبوط ويعمل مانجمنت للديسيز، كذلك الفورس سيستم ده لابد نمشي مظبوط على الرولز بتاعه البايوميكانكس والبيولوجيكال ميكانكس عشان في النهايه يعمل الديزاير توث موفمنت عشان نعمل فعلا تريتمنت مظبوط للبروبلم ديت. فعشان كده نبدا نتكلم عن شويه بيزكس في البايوميكانكس. فالفورس سيستم اهم حاجه عندنا هي الفورس، فالفورس دي اهم ما يميزها ان هي فيكتور وليست سكيل. فيكتور يعني ليها كاركترستكس، مش بس الماجنيتيود هو اللي بيميز الفورس دي عن الفورس الثاني. ممكن تو فورسز لهم نفس الماجنتيود ولكن اختلاف البوينت اوف ابلكيشن او لاين اوف اكشن او الدايركشن يخلي التاثير او الريزلت بتاعه الفورس ديت مختلف تماما عن الفورس الثانيه رغم انهم الاثنين نفس الماجنتيود. علشان كده لابد نوفر كل الاربعه كرايتيريا ديت في الفورس عشان تدي لنا الديزايرد موفمنت بتاعه الاسنان اللي احنا محتاجينها. الكونسبت المهم الثاني بعد الفورس هو السنتر اوف ريزيستنس. زي ما اي فري بودي ليها سنتر اوف جرافيتي او سنتر اوف ماس، فالريستريند بودي زي التوث ليها سنتر اوف ريزيستنس. السنتر اوف ريزيستنس ديت بنعتبرها بوينت يعني، ولكنها طبعا لان التوث ديت 3 دي اوبجكت فهو اكسس وليس بوينت. فالبوينت ديت هي يعني بوينت ثابته لكل توث مهما كانت نوع الموفمنت اللي هتحصل للتوس ومهما كانت الفورس اللي هتبقى ابلايد على التوس ديت. فهي بيحد او ديبندز اون روت لينث مورفولوجي اند مورفولوجي والنمبر اوف روتس والليفل اوف الفلار بون سبورت. ولكن ديت العوامل اللي بنعتمد عليها في تحديد البوينت دي. بس بعد ما حددنا البوينت هي مش بيختلف مكانها مع اختلاف الفورس اللي بتقع على التوث ولا التوث موفمنت اللي حصلت. في كل انواع التوث موفمنت هنلاقي السنتر اوف ريزيستنس هي نقطه ثابته ما بتتغيرش مع الايه مع النوع الموفمنت اللي بتحصل. هو معلش انا مش بركز على الكونسبت ديت لان كان فيه سيمينار بالفعل اللي بيتكلم عن البيزك بايوميكانكس بالتفصيل، فاحنا بس هنقول حاجات بسيطه في البايوميكانكس وندخل على الموضوع بتاعنا ان شاء الله. يعني على عكس طبعا السنتر اوف روتيشن اللي هي بوينت مش ما لهاش مكان ثابت انما بتعتمد على نوع التوث موفمنت. فلو بصينا من على اليمين كده لما يكون فيه ان كنترول تيبنج بنلاقي السنتر اوف روتيشن ديت المفروض يعني فيري نير تو السنتر اوف ريزيستنس. لو هو فعلا بيور روتيشن هتكون ات ذا سنتر اوف ريزيستنس، فلان في شويه ترانزليشن مع الروتيشن فبيبقى قريبه جدا من السنتر اوف ريزيستنس ايبيكالي. لو حصل بقى كنترول تيبنج زي الصوره اللي على الشمال خالص هيحصل ان السنتر اوف روتيشن بتتحرك تبقى عند الروت ايبكس، ولو حصل روت تورك هنلاقي السنتر اوف روتيشن اتحركت وبقت عند الانسايزل ايدج او الكاسب تيب بتاعت التوث.
اما في حاله الترانسليشن لو هو برضو بيور ترانسليشن او بودي موفمنت حقيقيه مش هيكون في سنتر اوف روتيشن لان مفيش روتيشن، ولكن لان فيه سم سورت اوف روتيشن مع الترانسليشن بيبقى فيه سنتر اوف روتيشن ولكنها موجوده ات انفينيتي. الكونسبت المهم بقى كلينيكال اللي هو المومنت اوف فورس. احنا لو عملنا اي فورس على التوث ات ذا سنتر اوف ريزيستنس هيحصل بودلي موفمنت ومش هيحصل اي مومنت، لكن المومنت نتجت منين؟ اللي هي التندنسي تو روتيشن ده نتج من ان الفورس بتاعتنا دايما بتكونش عند السنتر اوف ريزيستنس، لان ده حاجه امبوسيبل ان احنا نقدر نعمل فورس في البرودونشيوم جوه عند اللي هي عند السنتر اوف ريزيستنس. فكل الفورسز بتاعتنا تقريبا عند الكراون اللي هو away from the center of resistance by distance اللي بنسميها المومنت arm. والفورس multiplied by distance ديت اللي هي المومنت arm بيعملوا مومنت اللي هو tendency to rotation اللي هو بيعمل tipping للايه؟ للتوث. فالtipping ده حاجة يعني desirable ولا undesirable في التوث movement على حسب الستيج اللي احنا فيه، على حسب النوع بتاع التوث movement اللي احنا محتاجينه. ففي احيانا بنحتاج المومنت دي لوحدها والتيبنج ده بيكون يعني افكتيف في ستيجز معينه من التريتمنت، ولكن في اغلب الستيجز اوف تريتمنت بنحتاج ان احنا ما يبقاش عندنا التيبنج، او ان احنا نعمل كنترول على التيبنج ده، او ان احنا نعمل كنترول على الروت بوزيشن، وده موضوعنا. بعد كده الكابل ده نوع من المومنت بس له هي شويه مواصفات اللي هو يكون فيه تو فورسز ايكوال ماجنيتيود واوبوزيت ان دايركشن بات نوت ان ذا سيم لاين. فالفورسز التو فورسز بالمنظر ده بيعملوا ايه؟ بيعملوا بيور روتيشن لان الترانزيتوري افكت بتاعهم كانسلز اوت نتيجه ان هما التو فورسز ايكوال ماجنيتيود واوبوزيت ان دايركشن، فالاثنين بيكنسلوا بعض، فبيكون النت فورس او النت افكت بيكون بيور روتيشن. المومنت تو فورس ريشيو ده يعني اهم مفهوم عندنا لان هو ده اللي بيحدد لنا نوع التوث موفمنت اللي بتحصل للايه للتوث. زي ما اتفقنا ان اي فورس على التوث على الكراون بتاع التوث على البراكت مثلا اللي موجود على الكراون فهي away from the center of resistance فبتعمل مومنت. المومنت ديت عشان ان احنا نتحكم في حركة التوث وخاصة الروت ونقدر نعمل بودلي موفمنت او توركينج او whatever الروت التوث موفمنت اللي احنا عايزينها، محتاجين counter balancing مومنت يضاد المومنت ده عشان يكون النت فورس بتاعتنا هي اللينير فورس اللي تعمل بودلي موفمنت او ترانسليشن للتوث. فالكاونتر بالانسنج مومنت ده مقداره والريشيو بقى ما بين الكاونتر بالانسنج مومنت ده وما بين المومنت اللي حاصل نتيجه الفورس هو ده اللي بيحدد نوع الايه توث موفمنت. فهنلاقي في الجدول ده لو الكاونتر بالانسنج مومنت مش موجود وكل اللي بيحرك السنه هو المومنت اللي حاصل نتيجه الفورس فهتكون الريشيو ديت زيرو، لان المومنت اوف كابل زيرو على اي حاجه بايه بزيرو، فهتلاقي بيحصل بيور تيبنج او ان كنترول تيبنج. لما المومنت اوف كابل يبقى عندنا مومنت اوف كابل ولكنه لازال ما وصلش او اقل من المومنت اوف فورس المومنت اوف فورس فهيكون النسبه ديت من زيرو الى واحد ولكنها اقل من الواحد فهيحصل كنترول تيبنج. امتى بقى يحصل ترانسليشن او بودلي موفمنت؟ لما يكون المومنت اوف كابل بيساوي المومنت اوف فورس، فمعناها ان في تو مومنتس هما الاثنين يعني equal magnitude ولكن opposite in direction فالاثنين بيكنسلوا بعض فبيحصل ان المحصلة او النت فورس بتكون linear force وبتعمل bodily movement. ولو زاد بقى المومنت اوف كابل عن المقدار ده فهيعمل ساعتها torque، هتكون النسبة اكتر من واحد فهيحصل torqueing للايه للروت. طيب بالنسبة المومنت اوف فورس ريشيو جت منين؟ البودلي موفمنت هو المقياس عندنا من 8 ل 10 ديت جت منين الرقم ده؟ من اللينس بتاع المومنت ارم في اغلب الاسنان لقيناه من 8 ل 10 اللي هي البوينت اوف فورس ابلكيشن لحد السنتر اوف ريزيستنس بتاع اغلب الاسنان لقيناه 8 الى 10. فمعناها ان المومنت لما نقسم المومنت على الفورس الناتج هيكون تقريبا هيساوي المومنت ارم ده. فلو كاننا عاملين فورس at the center of resistance فيحصل bodily movement. فلما يقل النسبة ديت عن 8 هيحصل tipping، لو زادت عن 10 هيحصل ايه؟ هيحصل torque. فديت ازاي نحصل على الايه؟ على الانواع المختلفة من التوث movement اللي هي كلها ما عدا tipping فيها control على الروت وبنحركه معانا في الاتجاهات الايه؟ desirable ايه؟ directions.
فاحنا دلوقتي عايزين بقى نعرف الفرق ما بين ال 1 بوينت كونتاكت وال 2 بوينت كونتاكت بعد ما عرفنا البيزك كونسبت ديت، ونعرف ازاي نعمل كنترول على الروت بوزيشن. احنا لو عملنا استخدمنا راوند واير في البراكت سلوت وات ايفر كانت نوع البراكت سلوت او حجمها، فهيحصل كونتاكت ما بين الواير الراوند ده والبراكت في 1 بوينت. طبعا الكونتاكت اللي حاصله في 1 بوينت ديت هتعمل فورس، الفورس دي هينتج عنها مومنت اوف فورس. المومنت اوف فورس دي لو ما فيش اي عوامل تانية مأثرة على السن على التوث، هيبقى المومنت اوف فورس دي هتعمل لنا تيبنج. والتيبنج ده يعني زي ما قلنا ان هو ديزايربل مثلا في الالاينمنت، ولكن لو احنا عايزين نتحكم في الروت ونحركه معانا هنبدا ندخل في ان احنا نعمل تو بوينت كونتاكت. طب امتى بقى احنا بنحتاج نعمل كنترول على الروت بوزيشن؟ في حالتين مثلا، اللي هم الفيشولينجوال، اما نبقى محتاجين فيشولينجوال تورك للروت، او لما نكون محتاجين ميزوديستال بارالينج في الايه في الروت. الميزوديستال بارالينج بنحتاجه في السبيس كلوجر، وايضا الايه الفيشولينجوال تورك محتاجينه واحنا بنعمل سبيس كلوجر للانتيريورز، او ان احنا بنعمل ريتروجن للايه للفليرد انتيريورز مثلا. احنا بقى يعني ازاي نعمل الكنترول ده؟ اول طريقه ان احنا نخلي الفورس بتاعتنا ات ذا سنتر اوف ريزيستنس، وده عارفين ان هو امبوسيبل، فنبدا نشوف حلول تانية غير الحاله ده، لان ده ما نقدرش نعمله ايه كلينيكال. اول حاجه ان احنا نعمل لونج ريجيد اتاتشمنت. اللونج ريجيد اتاتشمنت احنا بنامل ان هو يكون ات ذا سنتر اوف ريزيستنس، او على الاقل يكون قريب جدا من السنتر اوف ريزيستنس، فيكون التوث موفمنت اللي هتحصل عندنا اذا نقرب من البودلي موفمنت او كنترول تيبنج على الاقل. دي طبعا حاجه بتسبب بروبلمز كتير مع الاورال هيجين، وخاصه لو احنا فكرنا ان احنا نطول الريجيد اتاتشمنت ده ازيد من اللازم عشان نوصل للبودلي موفمنت. فنبدا نشوف حلول تانية، زي مثلا ان احنا نعمل تو بوينت كونتاكت عن طريق راوند واير من الليبيال سايد في البراكت لوت عادي، ونعمل فورس تانية من اللينجوال سيرفيس او البلاتال سيرفيس بتاع الاسنان عند الانسايزال ايدج او الانسايزال تيب بتاعه التوث. الفورس اللينجوال دي هنعملها ازاي؟ هنعملها عن طريق او باستخدام ريموفبل ابلاينس. ريموفبل ابلاينس هنستخدمه عشان يعمل لنا فورس من اللينجوال سيرفيس على بعد اكتر من او يعني مومنت ارم اكبر من المومنت ارم اللي بتحصل عنده الفورس اللي من اللابيال سيرفيس. فالفورس دي هتعمل كاونتر بالانسنج مومنت. المفروض نحسب المومنت ارم ده مظبوط، فنقدر نحسب المومنت اللي حاصل من الفورس العاديه الليبيال، ونعمل مومنت قدها بنفس الماجنتيود ولكن طبعا اوبوزيت في الدايركشن، فساعتها نقدر نعمل كنترول على الروت. ولكن دي طبعا رغم اللي احنا قلنا ده نظريا كده الموضوع سهل، ولكنها طبعا كلينيكال very very difficult، ممكن تكون impossible ان احنا نستخدم removable appliance ونقدر نحسب التوث الفورس اللي هتطلع منه الابلايد على اللينجوال سيرفيس بتاع التوث بدرجه مظبوطه كده 100%. ومشكله كمان ان هو removable، فمعتمد على الكونلاينس بتاعت البيشنت، وان هو اصلا مش continuous force، ففي النهايه هنلاقي الموضوع صعب جدا ان احنا نعمل two points contact بالطريقه دي. فنلجا لحل تاني اللي هو ان احنا نعمل نستخدم اوكسيلاري سبرينج تعمل توركينج في الايه في الروت. ده حل الى حد ما كويس، ولكن الافضل بقى اللي احنا عايزين نوصل له اللي هو ان احنا نستخدم ريكتانجولر واير في الريكتانجولر براكت سلوت، فيعمل لنا الكاونتر بالانسنج مومنت اللي احنا عايزينه، ونتحكم في حركه الروت سواء في فيشولينجوال او ميزوديستال. طيب احنا مجرد ما نحط اي ريكتانجولر واير في الريكتانجولر براكت سلوت زي الايدج وايز براكت سلوت ديت، هيحصل الكنترول ده من غير اي عوامل بتاثر عليه، ولا في عوامل بتاثر على الموضوع ده؟ في طبعا كذا حاجه بياثروا على التوركينج اللي حاصل او الروت بوزيشن والكنترول عليه اللي حاصل ده. اول حاجه هي الويدث بتاع البراكت. الويدث بتاع البراكت هياثر معانا في الكنترول على الميزيو ديستال بوزيشن بتاع الايه التوز او بتاع الروتس. الميزيو ديستال بوزيشن او في اثناء السلايدنج في السبيس كلوجر عن طريق السلايدنج ميكانكس، لو احنا مثلا عندنا الكناين توز وعايزين نعمل لها الديستال موفمنت في الاكستراكشن سبيس بتاع الفيرست بريمولر،
الوايد براكت فيرسس النارو براكت. ايه الفرق بين الوايد براكت والنارو براكت في حاله السلايدنج ده على الميزوديستال بوزيشن بتاع الروت اثناء السلايدنج؟ الويدث بتاع البراكت ده بيمثل المومنت ارم، المومنت ارم بتاع الكاونتر بالانسنج مومنت، المومنت اللي هي كاونتر بالانسنج مومنت اللي هتعمل يعني هي اللي هتكاونتر اكت المومنت اللي حصل نتيجه الفورس عشان تخلي الفورس بتاعتنا بدل ما كانت تيبنج تبقى ترانسليشن. المومنت ديت بتساوي الفورس في الديستنس اللي هي المومنت ارم. فالمومنت ارم هنا كبير في البراكت الوايد، معناها ان الفورس اللي احنا محتاجينها عشان نعمل المومنت هتكون فورس صغيره. على العكس في النارو براكت اللي هي المومنت ارم صغير، فالفورس اللي هنحتاجها عشان نعمل نفس المومنت هتكون كبيره جدا. ففي الحاله دي فيه افضليه للبراكت الوايد عن البراكت اللي هي الويدث بتاعها صغير في حاجتين: ان هي هتقلل الفورس اللي احنا محتاجينها عشان نعمل المومنت، وكمان هتقلل الكونتاكت انجل. الكونتاكت انجل ده مصطلح هيجي معانا بعد كده لما نيجي نتكلم على البندنج. العاملين دول هما الاثنين، سواء الفورس اللي هنفصل منها على الكاونتر بالانسنج مومنت او الكونتاكت انجل، لما يكونوا الاثنين قليلين كده في الحاله دي هيؤدوا هما الاثنين الى تقليل الريزيستنس عن طريق البندنج، وده هيجي بعدين في الفريكشن فيرسس بندنج. انما الديز ادفانتج بقى بتاعت الوايد براكت، يعني معنى كده ان انا استخدم الوايد براكت بقى في كل الحالات ولا فيه ديز ادفانتج هتخليني احد من استخدامها في حالات تانية؟ لا طبعا، في مشكله كبيره ليها اللي هي الانتر براكت سبان بتقل نتيجه ان الوايد براكت بتقلل الانتر براكت سبان بتاعت الايه، بتاعت الواير اللي ما بين الايه التو براكتس. فالانتر براكت سبان لما تقل هيحصل ان الافكتيف لينث بتاع الواير هيقل، فالستيفنس بتاعته هتزيد، فالرينج اوف اكشن بتاع الواير هيقل، وده طبعا هيبقى مشكله عندنا في المالالاين توز لما نيجي نعمل الاينمنت الاسنان. مش هيبقى حاجه كويسه ان انا استخدم وايد براكت، انما الوايد براكت هتكون بريفربل جدا في اثناء السبيس كلوجر. يبقى ده اول عامل اللي هو الويدث بتاع البراكت. عرفنا منه ان الويدث بتاع البراكت هيفيدنا جدا في السبيس كلوجر، ولكنه هيكون مشكله في الالاين توز لما نيجي نعمل لها الاينمنت. فالاستخدام الاكستريملي وايد براكت ده كونترا انديكيتد. طب ايه الليميت اللي انا اقف عنده في الويدث بتاع البراكت؟ لو انا عايز استفيد من الويدث بتاعها في اثناء السلايدنج في حاله اكستراكشن وعايز استخدم وايد براكت، استخدمها لحد فين الويدث بتاعها؟ قال لك ان الماكسيمم براكتيكال ويدث يكون يساوي الايه؟ الهاف ذا ويدث اوف ذا توز. يعني الويدث بتاع البراكت اكبر الويدث ده زي ما انا عايز لحد ما يكون نص الويدث بتاع الايه؟ بتاع التوز، ما يزيدش عن كده. طيب تاني عامل اللي هو السلوت سايز. السلوت سايز هيفرق معايا في مش في الميزيو ديستال تورك او الميزيو ديستال بارالينج بتاع الروت، انما هيفرق معايا في الفيشو لينجوال تورك بتاع الروت. اما ادوارد انجل عمل الايدج وايز ابلاينس، كان عامل كان مستخدم براكت سلوت 22 باي 28 مل، وبيستخدم معاها جولد ارشواير تقريبا يعني فول انجيجمنت للارشواير، ريكتانجل ارشواير اللي هو نفس الدايمنشن. ده كان افكتيف جدا بالنسبه للميكانكس اللي شغال بيها ادوارد انجل في اول ما عمل الابلاينس ده، لانه كان كل اللي احنا محتاجينه من الابلاينس انه يعمل لنا افيشنت تورك. وده كان طبعا لما يكون عندنا براكت بالحجم ده وفيه واير الفلكسبيليتي بتاعته بتسمح لنا انه يكون فول انجيجمنت للبراكت سلوت، فهيعمل تورك بالتاكيد كويس جدا. طب لو حد قال طب ساعتها لو انا بستخدم واير كده فول انجيجمنت، عامل فول انجيجمنت للبراكت، طب ازاي هعمل سلايدنج في اثناء الاكستراكشن؟ هنقول ان الاكستراكشن ساعتها اصلا ما كانش من الموداليتيز بتاعت التريتمنت، ما كانش لسه حصل ان حد يبدا يعمل اكستراكشن عشان يعمل اوزدونتك تريتمنت. فلما بدا بعد كده يدخل الستيل واير في الاوزدونتك تريتمنت، وجينا نعمل واير من الستلس بنفس الدايمنشنز بتاعت الجولد، لانها يعني سو ماتش ستيفر ذان جولد، فبالتاكيد ساعتها يعني نتخيل ان الواير ستانلس بنفس الدايمنشنز بتاعه البراكت سلوت زي ما كان الجولد بيستخدم، ونيجي ندخل الواير ده في البراكت هيحصل يا اما فراكشر للبراكت، اما مش هنقدر نعمل بيه الايه نفس الاكشن اللي كان بيعمله الجولد. فايه الحل ساعتها؟ بدا الايه الانجينيرنج يعمله، يعني الفريق بتاع ادوارد انجل يعمل ديزاين جديد البراكت سلوت فيه الحجم بتاعها 18 مل بدل ال 22 مل اللي كانت ايه الاوريجينال. وبدانا نستخدم ال 18 دي ونستخدم معاها ارش واير من الاستانلس اللي هو 16 في 22، فكان جود تورك بنقدر نحصل عليه بالديزاين ده.
فاما احنا قللنا الارش واير سايز فقل الفريكشن نتيجه الكليرنس اللي حاصله ما بين الواير والبراكت. الكليرنس ديت بنحتاج على الاقل 2 مل اوف ايه اوف كليرنس، اللي هو تقريبا نص ملي من الايه من الكليرنس، ولو لو حتى اكتر من كده في الكليرنس مش هيسبب مشكله. طيب يبقى احنا كده البراكت سلوت اللي هي 22 ديت حاجه كويسه ولا وحشه؟ هنلاقيها فيها يعني advantage during space closure، ولكن هي disadvantage when torque was needed. برضو يبقى البراكت سلوت الكبيرة هتنفعنا كمان في السلايدنج، ولكن البراكت سلوت الأصغر هتكون أفضل في أثناء الإيه؟ هتكون أفضل في أثناء ما نكون محتاجين التورك اللي هو في الالايمنت. طيب using wide brackets to help with the space closure would make the torque problem worse. طب يعني طب احنا هنحل المشكله ازاي؟ انا هستخدم في نص العلاج مثلا براكت وبعدين اشيلها واحط براكت ثانيه؟ لا، احنا ممكن نعمل حل الموضوع ده ان احنا نستخدم الاوريجينال براكت بتاعت ادوارد انجل اللي هي 22 سلوت ايدج وايز، ونستخدم معاه واير اللي هو 19 باي 25 ستانلس، ونعمل عليه السلايدنج، وبعد كده التوركينج اللي باقي اللي احنا عايزينه نستخدم توركينج اوكسيلاريز او نستخدم تيتانيوم ارش واير بعد ما بدا بقى يدخل التيتانيوم وكمان النايتاي وايرز في الاورثودونتيك ارش وايرز، فنستخدم التيتانيوم بارش بدايمترز اكبر من كده نعمل بيها الايه التوركينج الباقي اللي احنا عايزينه. فيبقى كده العاملين اللي اثروا على الموضوع الريكتانجولر واير واحصل منه على كنترول مظبوط على الروت بوزيشن اللي هم الويدث بتاع البراكت والسايز بتاع البراكت سلوت. بعد كده هنتكلم على موضوع الفريكشن والبندنج في ريزيستنس تو سلايدنج. لما اجي اعمل اقرر ان هعمل اكستراكشن في علاج الكيس وهعمل اختار ان انا هعمل سلايدنج ميكانكس مش لوب ميكانكس، ف وانا بعمل ديزاين للفورس اللي انا هحتاجها عشان اعمل بيها السلايدنج للتوس في الاكستراكشن سبيس، اعمل حسابي ان انا محتاج فورس ثانيه اضافيه غير الفورس بتاعه البون ريموديلنج، محتاج فورس ثانيه تو اوفركم الريزيستنس اللي هتحصل نتيجه الفريكشن والبندنج. الريزيستنس ليها عاملين الفريكشن والبندنج. اول حاجه الفريكشن عفوا الفريكشن ده اللي اما يبقى في اي تو ماتيريالز يعني موفز ريلاتيف تو ايتش اذر بيحصل ريزيستنس للدايركشن بتاع الموفمنت. الفريكشن ده بينتج من الالكتروماجنتيك فورس بتوين الاتومز. من الجدير بالذكر في الموضوع الفريكشن ان الابيرنت اريا ما بيعتمدش على الفريكشن خالص. الابيرنت اريا يعني اي حد بيتوقع ان كل ما يزيد السيرفيس اريا بتاعه السطحين المتلامسين دول هيزيد الفريكشن. الكلام ده مش صحيح. بسبب ايه بقى؟ ان اي سيرفيس مهما كان سموث فهو فيه irregularities، فالirregularities ديت هي اللي بيحصل عندها الكونتاكت ما بين الايه اللي هي الجنكشن اريا ديت اسمها الاسبيرتس، هي دي اللي بيحصل عندها كونتاكت، وبقيه السيرفيس اريا بيحصلش عندها كونتاكت بين الايه بين التو سيرفيسز. فعلشان كده السيرفيس او الابيرنت اريا ما هيش عامل مؤثر في الفريكشن. السيكس ليب فينومينون ديت ان طالما ان الفريكشن بيحصل او الكونتاكت بتحصل عند الاسبيرتس دي بس اللي هي البيك بتاعه الريجولاريتيز، فلما بيجي يتحرك السطح ده على ده فلابد يحصل فترات من السليبنج اللي هي جامب كده ما بين التو بروجكشنز دول، وبعد كده يحصل فتره ثانيه من الاي ستيكينج، وبعدين يحصل لما الفورس تبقى كافيه ان يحصل جامب ثاني يحصل جامب، وهكذا. ودي اسمها الستيك سليب فينومينون زي ما هي في الفيديو كده، رغم ان الفورس كونتينوس ولكن الحركه عامله ايه ستيك سليب ستيك سليب. فده معنى الايه ستيك سليب فينومينون، وده اللي بيوصف اي سلو سلايدنج اي سبيد زي الايه زي الاورثودونتيك توث موفمنت، بيطبق عليها نفس الايه الفينومينون دي. بعد كده هنتكلم على الفريكشن ريليتد تو سيرفيس كواليتي اوف واير. طيب بالنسبه للواير الكوفيشنت برضو من المعلومات المهمه اللي هي يعني عكس التوقع اللي هي الكوفيشنتس اوف فريكشن ما هوش مرتبط او ما بيعتمدش على السيرفيس رافنس بتاعت الايه بتاعت الواير. يعني السيرفيس رافنس مش هي العامل الاساسي
في ان الواير ده يعني بيعمل فريكشن اكتر من ده ولا لا. ولكن والدليل على كده هنشوف المثال ده. النايتاي واير له greater surface roughness عن البيتا تيتانيوم، ورغم ذلك ان البيتا تيتانيوم ليه greater frictional resistance عن الايه، عن النايتاي، لان نسبه التيتانيوم كل ما بتزيد بيزيد السيرفيس رياكتيفيتي. فنلاقي البيتا تيتانيوم فيه 80% تيتانيوم، بنلاقي الكوفيشنت اوف فريكشن فيه اعلى من النيكل تيتانيوم اللي هو فيه 55% تيتانيوم. فبنلاقي البيتا تيتانيوم اعلى فريكشن، وبعديه النايتاي، وبعدين الستيل هو اقل ايه، اقل ريزيستنس للفريكشن. بالنسبه للبراكت برضو الستيل هي اكتر براكت ريلاتيفلي سموث سيرفيس، واقل براكت بتعمل ريزيستنس في الفريكشن. التيتانيوم براكت السيرفيس بتاعتها رف جدا، وبيبقى فيه فريكشن عالي، وخاصه لو استخدمنا معها نايتاي تيتانيوم واير نايتاي واير. والسيراميك براكت هي طبعا استيتكس جميل، ولكن بالنسبه للسيرفيس بتاعها البروبرتس بتاعته فار فروم ايديال. وفيه بولي كريستالين وفيه سنجل كريستالين. السنجل كريستالين افضل في السيرفيس بتاعها شويه، ولكن الاثنين بيسببوا مشكله اكبر من موضوع الفريكشن، وهو ان هي بتعمل يعني في اثناء بتعمل بنتريشن في الواير ايدج، او دامج في الواير ايدج اثناء الاي سلايدنج. الدامج اللي بيحصل في الواير ايدج ده بيعمل اللي هو انلاستيك بيندنج اللي هنيجي ليه دلوقتي، نتيجه السيرفيس بتاع او الكورنرز بتاعه السيراميك براكتس وعلاقتها بالواير حتى لو هو ستانلس واير. علشان كده بدا يظهر سيراميك براكتس نستفيد من الاستاتيك بتاعها، وفيها ميتال سلوت، ونعمل لها راونديشن كمان للايه، للكورنرز، عشان نتلاشى مشكله ان هي بتعمل ايه، بتعمل نوتشنج في الواير حتى لو هو ستيف واير زي الستانلس واير. كومبوزيت طبعا كومبوزيت بلاستيك براكت طبعا يعني اقل لهم في ريزيستنس، اقوى ريزيستنس للفريكشن. يبقى ده موضوع الفريكشن. بعد كده الموضوع البيندنج اللي هو اهم من الفريكشن. ليه بقى؟ لان البيندنج نوت فريكشن از ذا ميجر كومبوننت اوف ريزيستنس تو سلايدنج. المعلومه المهمه ان البيندنج هو المقاومه اللي بتحصل في السلايدنج اكترها من البيندنج وليس الفريكشن على عكس المتوقع. البيندنج فيه نوعين من البيندنج اللي هو الالاستيك بيندنج والانلاستيك بيندنج. اول ما بيحصل لايجيشن للريكتانجولر واير في البراكت سلوت بيكون في كليرنس، احنا زي ما هيجي دلوقتي برضو ان شاء الله في السليكشن اوف ارش وايرز هنيجي نعمل سلايدنج، هنعمل سلايدنج على واير يكون في بينه وبين البراكت سلوت كليرنس، يعني في مسافه بينه وبين البراكت سلوت في البدايه. فلما يكون في مسافه كده معناها اول حركه هيحصل تيبنج. لحد امتى هيحصل تيبنج؟ لحد ما يحصل كونتاكت ما بين الكورنرز بتاعه البراكت والايدج بتاعه الواير من تو سايدز زي ما حصل هنا كده. فالكونتاكت ديت هيبدا يحصل بيندنج في الواير، يحصل بيندنج في الواير. فالبيندنج ده هيؤدي الى ان يحصل كاونتر بالانسنج مومنت. تزيد الكاونتر بالانسنج مومنت مع كتر ما يزيد، كل ما يزيد البيندنج والضغط على الواير من الكورنرز بتاعت البراكت، لحد ما يبقى الكاونتر بالانسنج مومنت بيساوي المومنت اوف فورس، فيحصل ساعتها ترانسليشن. فالفتره اللي حاصل فيها يعني الكاونتر بالانسنج مومنت عمال يزيد لحد ما يوصل للمومنت اوف فورس، دي اسمها الالاستيك، بيحصل فيها الالاستيك بيندنج اللي هو بيعمل ريزيستنس للموفمنت. الاكسبيرمنتس دي سيريس اوف اكسبيرمنتس اتعملت علشان نشوف تاثير الفريكشن هو الاكتر ولا البيندنج. كان الكونكلوجن بتاعها فور ايفري ايرلي الاينمنت اوف تيز، الريزيستنس اللي حاصله للسلايدنج ديت كانت بسبب ايه؟ بسبب كومباينيشن ما بين الفريكشن والبيندنج. But almost immediately unless the tooth is allowed to tip to keep the contact angle low, the frictional component becomes so low that it's negligible and the resistance to slide is due to almost totally to elastic bending. يعني في البداية بيبقى الريزيستنس نتيجة البيندنج مع الفريكشن، بعد كده بيكون الفريكشن ده يعني يكاد لا يذكر، وكل الريزيستنس نتيجه الالاستيك بيندنج. لحد ما يحصل كمان حاجه اللي هي الاكثر عامل في الريزيستنس هو الانلاستيك بيندنج، اللي هو زي ما قلنا اللي هو النوتشز دي صوره مكبره جدا للواير بعد ما اتعمل بيه سلايدنج.
بنلاقي فيه النوتشز كده حاصله نتيجه الكونتاكت ما بين الواير ايدج مع البراكت كورنر. النوتشز ديت بتعمل ستوبنج للموفمنت، فتفضل يعني الموفمنت متوقفه لحد ما يحصل ديسبليسمنت للايه للتوث ديورنج فانكشن، فيحصل ايه ريليز للنوتش ديت وهكذا. فيحصل دي برضو بتاكد موضوع الستيك سليب فينومينون، ان التوس موفمنت بتتحركش يعني في فلو مانر كده سموث فلو، ولكن بيحصل ايه يعني فترات من الستيكنج وبعديها ايه جامبنج وهكذا. فده الانلاستيك بيندنج. الماجنتيود اوف ريزيستنس تو سلايدنج بقى، يعني انا دلوقتي وانا بعمل بلاننج للفورس بتاعتي وعايز فورس مثلا 100 جرام عشان اعمل بيهم ريتراكشن للكناين ده في السبيس في السبيس بتاع الاكستراكشن، فانا اعمل حسابي ان انا محتاج فورس توايس الفورس ديت في الماجنتيود عشان اعمل يعني اقاوم الايه الريزيستنس اللي هتحصل نتيجه السلايدنج، نتيجه البيندنج والفريكشن زي ما اتفقنا. طيب السيلف لاجيتنج براكت وعلاقتها بالريزيستنس تو سلايدنج، السيلف لاجيتنج براكت doesn't lead to faster space closure. وده ليه عرفنا سببه؟ لان السيلف لاجيتنج براكت ممكن تقلل الفريكشن، ولكن احنا عرفنا بقى ان المشكله الاكبر في مقاومه السلايدنج هي الايه هي البيندنج، اللي السيلف لاجيتنج براكت مش هتاثر عليها في حاجه. فعلشان كده السيلف لاجيتنج براكت doesn't lead to faster space closure. طيب الريزيستنس للسلايدنج وعلاقتها بالانكورج، طبعا الريزيستنس ديت هتخلينا نحتاج الى فورس اكتر، فهنحتاج ان احنا واحنا بنعمل بلاننج للانكورج نعمل انكورج اكتر، الا اذا كنا محتاجين لو احنا عاملين انكورج يبقى بس يقاوم حركه الانكور يونت في اثناء السلايدنج الفورس اللي احنا محتاجينها بس عشان نعمل موفمنت الاسنان، ساعتها هيحصل انكورج لوس اكيد نتيجه الايه الريزيستنس اللي احنا ما عملناش حسابها في الانكورج، الا اذا احنا كنا مخططين لحاجه زي كده زي حالات مثلا كلاس 2 زي حاله زي ديت الكلاس 2 واكستراكشن ابر ولور، فالابر عملنا لوب ميكانكس عشان يفضل الانكور يونت اللي هي البوستيريور سيجمنت في نفس مكانها ما يحصلهاش انتيريور موفمنت، ويبقى كل الايه كل الموفمنت للانتيريور سيجمنت للديستالي. انما اللور ارش عملنا عملنا سلايدنج عشان السلايدنج ومع مودريت انكورج عشان يحصل ايه يحصل اللي هي جروب 2 انكورج، عشان يحصل ان البوستيريور سيجمنت يحصل لها انتيريور موفمنت، فيحصل كوركشن للمولر ريليشن باستخدام الايه الكومباينيشن ما بين السلايدنج واللوب ميكانكس في الاذر ارشز. فيبقى احنا هنا نستفيد من موضوع الانكورج، الا اذا كنا محتاجين نستخدم السلايدنج ونحافظ على الانكور يونت يبقى نزود الانكورج باستخدام بقى اكسترا اورال انكورج او السكيليتال انكورج. الموضوع الاخير عندنا هو سيلكشن اوف ارش وايرز ديورينج فيزز اوف هورزونتال تريتمنت اكوردنج تو الكلام اللي احنا قلناه بقى، اللي احنا ساعات بيبقى عندنا 1 بوينت كونتاكت تعمل تيبنج، وساعات ثانيه يبقى عندنا 2 بوينتس كونتاكت فيعملوا لنا كنترول اوف روت بوزيشن. في كل ستيج من الستيجز اوف تريتمنت بنحتاج انهي واحد فيهم وليه، ده اللي هنقوله في الايه في الفقره اللي جايه دي. اول حد عمل الستيجنج ده هو الرايموند بيج، وعمل ثلاثه ستيجز للتريتمنت، هما الالاينمنت اند ليفلنج ستيج والكوركشن اوف مولر ريليشن وسبيس كلوجر ستيج او الوركينج ستيج والفينيشنج ستيج. في الالاينمنت ستيج الالاينمنت اما يبقى في سنه مال الايند واحنا محتاجين نعمل لها نرجعها في الارش في مكانها في الارش، بنرجع السنه ديت واحنا محافظين على ثلاث حاجات ان هم ما يحصل لهمش ديستربنس واحنا بنرجع الايه السنه في مكانها في الارش، هم الويدث بتاع الارش بوستيريورلي والبوزيشن بتاع الانتر بوستيريور بوزيشن بتاع الانسايزرز والارش فورم. محتاجين ان احنا نحافظ على الحاجات ديت واحنا بنعمل ايه الاينمنت. البروبرتيز اوف الاينمنت ارش واير لابد يكون اكسلنت سترينث واكسلنت سبرينجنس ولونج رينج اوف اكشن عشان نقدر نعمل بيه الاينمنت مظبوط. الفاريبلز ان سيلكتنج ابروبريت ارش وايرز فور الاينمنت الارش واير ماتيريال، الحاجات اللي هتاثر على يعني كفاءه الارش واير ده في الالاينمنت ستيج، ارش واير ماتيريال والسايز اللي هو الدايمتر والكروس سكشن والديستانس بتوين الاتاتشمنت اللي هي الانتر براكت سبان اللي قلنا عليها قبل كده. بناء على العوامل ديت افضل ارش واير نقدر نعمل بيه الاينمنت هو السوبر الاستيك ان اي تاي واير بالنسبه للماتيريال،
السوبر الاستيك ان اي تاي واير. في اكتر من وايرز نقدر نعمل بيهم الالاينمنت ستيج، ولكن افضلهم من حيث البروبرتيز بتاعته هو السوبر الاستيك كوستينيتك ناي تاي واير، لانه هو بيدليفر لايت فورس اوفر ا لونج رينج. فيه الدبل ستراند او تريبل ستراندد سيليستيل واير بدايمنشنز قليله برضو نقدر نعمل بيها الاينمنت، ولكن بيحصل لها بيرمننت ديفورميشن مع الوقت، انما السوبر الاستيك ان اي تاي ما بيحصلوش بيرمننت ديفورميشن مع الوقت. بعد كده بالنسبه لل الالاينمنت بتاع المالبوز توس دايما بتبقى محتاجه تيبنج. المالبوز توس دايما بيكون الروت ابيكس في اغلب الحالات بيكون في النورمال بوزيشن او في بوزيشن يعني مظبوط، مش محتاجين نغير من المكان بتاع الروت ابيكس، فبيكفينا في حركه السنه ديت كنترول تيبنج يعمل لنا الاينمنت للتوس في الايه في الديزايرد بوزيشن. فعلشان كده التيبنج بيكون كافي جدا، سواء ليبيولينجوال او ميزوديستال تيبنج بيكون كافي جدا في مرحله الايه الالاينمنت. الفورس الاوبتيمم فورس اللي هي مناسبه جدا لان هي تعمل تيبنج اباوت ايه 50 جرام، والكليرنس ما بين الواير والبراكت المناسب في التيبنج من 2 الى 4 ايه مل. معنى كده ان الكليرنس ما ينفعش تقل على 2 مل وما ينفعش تزيد، لو زادت عن 4 مل مش هتدينا اي ادفانتج زياده. فعلشان كده علشان كل العوامل ديت اللارجست انيشال ارش واير اللي احنا نستخدمه لارجست انيشال، يعني احنا ممكن نستخدم اقل من كده ولكن ما ينفعش نبدا بواير اكبر من كده، اللي هو لو بنستخدم براكت سلوت 18 سلوت جوايز نستخدم معاها 60 مل او 40 مل ارش واير، ده يكون فيري ساتسفاكتوري. لو بنستخدم 22 سلوت براكت نستخدم معاها 16 or 18 مل ارش واير، هيكون برضو كويس جدا ان هو يعمل لو هو اعطانا الفورس المناسب. يعني ايه؟ يعني لو احتاجنا اقل من كده في الدايمنشنز نستخدم، انما اكبر ارش واير نقدر نستخدمه في نبدا بيه الالاينمنت هو ال 14 او 16 مع البراكت 18 او ال 16 او 18 مع البراكت 22، علشان يكون الكليرنس من 2 ل 4 مل في الحالتين. طيب انا ممكن استخدم ريكتانجولار ارش واير في الالاينمنت فيز، مش محتاج المواصفات اللي بيعملها لي الريكتانجولار ارش واير، وكمان في مشكله ممكن يعملها اللي هي الباك اند فورس موفمنت للايه للروت ابيكس اللي هي ممكن تعمل روت ريزوربشن، فمش محتاجين ريكتانجولار ارش واير، يعني يبقى كوست زياده ووقت زياده ومشاكل اكتر في الايه في الروت ايبكس ممكن يحصل روت ريزوربشن. البيبر ديت سيستماتيك ريفيو بتكلم عن الانيشال ارش واير يوز ان اورثودونتيك تريتمنت ويز فيكسد ابلاينس. الكونكلوجن بتاعها ان النايتاي اللي هو سوبر الاستيك نيكل تيتانيوم ارش واير can produce greater tooth movement over 12 weeks than arch wire made of single strand super elastic knitted. يعني السوبر الاستيك نايتاي زي ما قلنا هو افضل واير نقدر نعمل بيه الالاينمنت ستيج. في some clinical tricks كده اثناء الالاينمنت فيز. بدايه في بدايه العلاج يعني احنا نحاول نعمل يعني اكسبكتيشن كده للارش لينس عشان نستخدم من البدايه ارش واير مناسب للارش لينس سواء سمول او ميديوم او لارج. ثانيا الالاينمنت بيحتاج سبيس عشان نعمل الالاينمنت للتوث، محتاجين سبيس. السبيس ده لو احنا مش مقررين ان احنا نعمل اكستراكشن ممكن نحصل عليه عن طريق يعني حاجه من اثنين، نعمل كرامبد ستوب ميزيا للباكال تيوب في التو سايدز ونخلي البراكت يبقى مور ايه برود فيبقى سلايتلي ادفانسد فروم ذا كراودد انسايزر. لما نعمل لايجيشن للبراكت في الادفانسد واير ده هيعمل ايه هيعمل لهم سبيس يحصل فيه الايه الالاينمنت، او ان احنا نستخدم كويل سبرينج تو اوبن سبيس. ثالث حاجه الاسيمتريك كراودنج، لما يكون في توس واحده مثلا في ارش ويل الايند وفي توس واحده فيها مال الاينمنت يفضل ان احنا نعمل يعني نستخدم لارج واير او ريجيد واير زي مثلا سيليستيل 16 مل واير ونعمل دبل واير او البيجي باك تكنيك نعمل بيه برينجنج للتوس ديت للارش فور عشان ما نعملش الديستورشن للارش فور، وكمان هيحصل ان التوس ديت الفورس اللي هنعمل بيها
موفمنت ليها تكون لايت فورس، غير ان احنا نعمل انجيجمنت للارش واير من البدايه مع التوز ديت هيحصل ديستورشن للارش فورم. رابع حاجه بيحصل حاجه اسمها ترافل للارش واير، في زي ما هو باين كده في الاكس راي ان الواير بيطلع من الباكر تيوب في سايد وناحيه الديستال وفي السايد الثاني ناحيه الميزيال. نقدر ان احنا نمنع الموضوع ده بان احنا نستخدم ال اي تاي واير اللي فيه ريدي ميد ايه ديمبل في الميد لاين كده بتمنع موضوع الترافل، او ان احنا نعمل كريمبنج برضو للسبليت تيوب سيجمنت بين اي تو ايه تو براكتس هتمنع موضوع الايه ترافل ده. فده كده الالاينمنت فيز محتاجين نعمل تيبنج، بس الكنترول تيبنج كافي جدا للالاينمنت، والارش واير زي ما قلنا مع على حسب البراكت بيكون حجم الارش واير، وبالنسبه للماتيريال الاوستينيتك نايتاي ارش واير كان هو الافضل. بالنسبه للفيز الثاني اللي هو الوركينج فيز او الكوركشن اوف مولر ريليشن شيب اند سبيس كلوجر، الارش وايرز المناسبه في السلايدنج او السبيس كلوجر لو بستخدم براكت سلوت ال 18 هستخدم 16 باي 25 واير ده acceptable، والافضل منه ان انا استخدم 19 باي 25 واير في البراكت سلوت الاكبر، زي ما اتفقنا ان الاكبر البراكت سلوت الاكبر بتكون افضل في الايه في السلايدنج، فهستفيد من ميزه ان ال 1925 ستيل واير ده بيكون excellent strength، فده هيؤدي ان هو البندنج اللي هيحصل هيكون اقل من الواير 1625 اكيد، فهيكون الريزيستنس للسلايدنج اقل، فساعتها هيبقى السلايدنج على 1925 مع براكت 22 افضل من البراكت ايه ال 18. ديت بيبر برضو بتتكلم على ان انا حجم الواير اللي بعمل بيه ريتراكشن، كل ما بيقل السايز بتاع الواير بيحصل لينجوال تيبنج وبيحصل اكستروجن للانسايزرز. الصور دي بتوضح الكلام ده، كل ما بيقل الحجم بتاع الواير بيحصل زي الصوره نمبر اي ديت فيها الواير ده 21 في 25 ونمبر بي فيها 18 في 25 والسي فيها 16 في 22. هنا الواير الاقل ده وانا بعمل عليه سلايدنج حصل اكستروجن للانتيريورز وحصل تيبنج للانتيريورز. لو لاحظنا الواير ده حصل الليفل بتاعهم زي ما هو ما حصلش اكستروجن وكأن حصل بودلي موفمنت ما حصلش التيبنج، وديت طبعا في الايه في النص ما بين الاثنين. ديت بيبر في 2019. بعد كده قلنا ان لما في بدايه السلايدنج بيحصل تيبنج لحد ما يحصل كاونتر بالانسنج مومنت نتيجه البند اللي حصلت في الواير ويبدا يحصل ترانسليشن. الكاونتر بالانسنج مومنت ده بيكون في حاله اكوليبرم مع المومنت اوف ايه اوف فورس. حاله الاكوليبرم ديت بتعتمد على الريتراكشن فورس والواير ستيفنس والانتر براكت سبان والبراكت ويدث. علشان كده قلنا ان احنا نعمل الفورس ما تكونش ازيد من اللازم والستيفنس بتاعت الواير تكون عاليه، عشان كده بنستخدم الدايمنشن الاكبر، والانتر براكت سبان قلنا عليها والبراكت ويدز قلنا ان الوايد براكت افضل في السلايد. طيب انا استخدم النايتاي سوبر الاستيك كويل سبرينج ولا استخدم الاستوميريك تشين؟ طبعا الايه الكويل سبرينج في البيبر دي بتقول ان الكويل سبرينج بتعمل بروديوس نيرلي توايس از رابيد از ريت اوف توث موفمنت از واز جنريتد باي كونفنشنال الاستيك along a continuous stainless steel arch wire. يعني ال closed coil spring ديت بتعمل closing للسبيس تقريبا في يعني المعدل بتاعها اسرع من اسرع يعني ضعف السرعه بتاعت الايه الاستوميريك تشين في السبيس كلوجر. الستيج الاخير اللي هو الفينشنج ستيج. الفينشنج ستيج انا بعمل الفينشنج ستيج على الواير ده اللي هو اللارجست واير اللي انا بعمل عليه الفينشنج، اللي هو لو براكت سلوت 18 هستخدم 17 باي 25 ولو براكت سلوت 22 هستخدم 21 باي 25. ده مع اختلاف الايه الماتيريالز على حسب الايه السيكونس اوف تريتمنت. ده سمري للايه للارش واير سيلكشن في الستيجز المختلفه زي ما احنا قلناه بالايه بالتفصيل. اللي احنا قلناه
هنجمعها دلوقتي في التيك هوم مسجز كده في حاجات بسيطه. اول حاجه to control the orthodontic tooth movement you should follow the biomechanical rules as possible. تاني حاجه الوايد براكتس ار بريفرابل فور سبيس كلوجر باي سلايدنج بات نوت بريفرابل فور الاينمنت. The maximum practical width of a wide bracket is about half the width of the tooth. 22 slot brackets are preferable in space closure by sliding, but not preferable when torque is needed. Sliding teeth along an arch wire requires at least 2 mm of clearance to minimize friction. Friction is independent of the apparent area of contact. There is little or no correlation of orthodontic wire between the coefficients of friction and surface roughness. The least wire to resist friction is a celestial wire, and the least bracket to resist friction is a celestial bracket. Bending, not friction, is the major component of resistance to sliding. The total force needed to slide the tooth is twice as great as might have been expected. Self-ligating bracket doesn't lead to faster space closure. The effect of any force beyond what was really needed to overcome resistance to sliding is to move the anchor teeth and causing anchorage loss. The largest initial wires that should be used in alignment phase are 14 or 16 mil in 18 slot joist bracket with 16 or 18 mil in 22 slot bracket. The largest arch wire that should be used in space closure phase, 16 by 25 في ال 18 slot bracket, the acceptable, ولكن 19 by 25 in 22 slot bracket is better. The largest wire that should be used in finishing phase, 17 by 25 in 18 slot bracket, with 21 by 25 in 22 slot bracket. Thank you. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم عطية. بصراحة أنا استمتعت جدا، وأنا على المستوى الشخصي مبسوط جدا، لأن أنت يعني حققت أكتر من توقعاتي يا دكتور إبراهيم. يعني أنا مبسوط جدا، لأن أنت يعني طريقة إلقائك والأداء ممتاز، واضح أن أنت مذاكر كويس. أنا عن نفسي الجزء بتاع الميكانيكس والبايوميكانيكس من أكتر البرانشز اللي بحبها في الجزء بتاعنا بتاع تقويم الأسنان. فأنا طبعا عندي شوية أسئلة، بس أنا هشوف لو حد الأول من أساتذتنا أو زمايلنا يحب يبدأ يسأل دكتور إبراهيم. حد يحب يوجه أي أسئلة لدكتور إبراهيم؟ السلام عليكم يا جماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذنا دكتور عزة ببركات، أهلا بحضرتك. الحاجات الحلوة اللي طالعة من الصوت ديت والشباب الجميل ده يا دكتور، لحضرتك يعني أستاذنا. الله يخليك. كلنا اولاد حضرتك، ربنا يدي حضرتك الصحه يا فندم. كلنا اولادك يا دكتور ابراهيم. ده مين، دكتور محمد ولا ابراهيم؟ دكتور محمد سالم. بيكلم حضرتك تلميذ حضرتك محمد سالم. حلوه دي يا دكتور محمد. ها يا فندم، كلهم اولاد حضرتك يا فندم، وكلنا اولاد سعادتك. الله يخليك. لا نشاط حلو وحاجه كده يعني تخلي الواحد يفتخر كده، يعني شباب اصوات الجميل يعني ما شاء الله، الالقاء حلو والمحاضره حلوه والبرزنتيشن حلو، حاجة جميلة جدا جدا، حاجة تدعو للفخر. وإن شاء الله يعني إيه أسيوط ديت ليها يعني إيه الشباب اللي فيها الواعد ليها مستقبل حلو إن شاء الله، وهي مستقبلها حلو دلوقتي إن شاء الله يعني إن شاء الله. دي شهادة نعتز بيها والله يا دكتور عزت. الله صراحة دكتور محمد سالم يعني مش مخلي أي مجهود، بيبذل أقصى طاقته بصراحة مع الناس يعني. لا لا لا، ربنا يبارك فيه، وراجل مخلص وراجل أمين وفي نفسه يعمل حاجة، وإن شاء الله ربنا يوفقه. وأنتم معاه يعني، أنتم اللي بتدوا له سبورت، أنتم معاه هتعملوا تدوا له سبورت، وإن شاء الله يبقى في حاجات حلوة إن شاء الله يعني. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور عزت، ونستفيد من علم حضرتك على طول، ويدي لحضرتك الصحة يا دكتور عزت. الله يخليك. أنا مش عايز أطول عليكم بقى، وأسيب الإيه إن كان في حد عايز يتكلم او يسال اي حاجه. لكن محاضره جميله جدا يا ابراهيم، وبرزنتيشن حلو وحاجه جميله ومعلومات حلوه مفيده كلنا بنستفيد بيها. شكرا شكرا على الحاجات الحلوه دي. شكرا جزيلا استاذنا الدكتور عزة بركات.
يعني منورنا يا فندم على طول، وبنسعد بوجود حضرتك دايما معنا. الله يخليك، الله يخليك. دخلت التاريخ النهارده ابراهيم عطيه، خلي بالك بشهاده. اه والله يا دكتور، يعني ده كفايه الشهاده دي والله يا دكتور. انا هم امشي بقى. والله هو ابراهيم كان ممتاز النهارده، يعني ابراهيم كان ممتاز. كل واحد لازم ياخد حقه طبعا يعني. طيب شكرا لك يا دكتور. دكتور ابراهيم عطيه، بعد اذنك انا عايزك تجيب لي على اول سلايد اللي فيها العنوان، علشان بس لما تبقى المحاضره تتسجل وتنزل على اليوتيوب، الناس اللي بتسمع المناقشات دي تبقى شايفه العنوان اللي بنتكلم عليه. تمام. ايوه تمام، خلينا كده. طيب انا كنت عايز اسالك في حاجه يا دكتور ابراهيم، انت كنت بتتكلم ايه هو الجزء بتاع الكليرنس ما بين الارش واير والبراكت سلوب، قلت هو قد ايه؟ تمام يا دكتور. الكليرنس في اثناء الالاينمنت من 2 ل 4 مل، المل ديت يعني الثلاثه مل بيساوي، ده هو بين ايه وايه بالظبط؟ اللي هو ما بين الايدج اوف واير والكورنرز اوف براكت. يعني برضو معلش عايزك تفهمهاني كده، يعني ايه؟ انا دلوقتي حطيت الواير ريكتانجولار واير اهو مثلا، تمام، حطيته جوه البراكت سلوت. براكت سلوت، براكت سلوت، الوولز بتاعت البراكت سلوت، الوولز بتاعت البراكت سلوت والفلور بتاعت البراكت سلوت، التاتشنج لاي حاجه فيهم بيعمل فريكشن. فاحنا محتاجين كليرنس ما بين ال انت مش شايف من 2 ل 4 مل، ده رقم كبير جدا جدا. البراكت كلها قد ايه عشان انت تخلي الكليرنس ما بين الواير؟ لا مش، لا يا دكتور مش 2 4 مل، المل ده وحده قياس، ال 3 مل بيساوي نص مل. يعني عشان نقربها احنا دي بقى يعني. النقطه دي انت ما وضحتهاش في اثناء الشرح، لان لازم بس مره كده سريعا. في ناس صغيره بتتفرج وفي ناس متابعانا على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب، فهيجي هيسمع الكلام ده هيمسك براكت كده ويقيسها هيقول الكلام ده، ده البراكت كلها 4 مل. لا تمام، ال 2 مل ديت يعني 2 من 1000 انش. الله ينور عليك، يبقى دي كان نقطه لازم نعمل عليها ستريس واحنا بنقول قياسات زي كده. تمام. لما نقول مل وملي، طب ما هي هي. لا خلاص تمام. يبقى احنا بنوضح النقطة دي يا جماعة للناس، ان احنا القياسات بتاعتنا بي من 1000 من الانش. يعني احنا بنتكلم عن كليرنس قليل جدا. تمام؟ تمام. طيب انت قلت ايه الفرق بين انه الاحسن لما باجي اعمل الاينمنت وسلايدنج؟ انه الاحسن من حيث يعني البراكت، من حيث البراكت والكليرنس والويدث بتاع البراكت. تمام يا دكتور. في اثناء السلايدنج، في اثناء السلايدنج انا عايز وايد براكت ولارج براكت سلوت في اثناء السلايدنج. ليه؟ تمام. ده يعني هيديني، هيسمح لي ان انا استخدم واير اكبر ومع ذلك في كليرنس مظبوط مناسبه. ففي الحاله دي الواير الاكبر ده بتخلي عرض البراكت اكبر. عرض البراكت اكبر ده لان عرض البراكت ده هيفيدني في الكاونتر بالانسنج مومنت اللي هيعمل بارلنج للايه، للروت، ويخليني اعمل يعني بودلي موفمنت بدل ما يحصل تيبنج. تمام أكتر. انما لو استخدم براكت في اثناء الالاينمنت بقى، انا محتاج ان يكون عندي يعني الانتر براكت اريا دي او اللينس بتاع اللي بين البراكت، انتر براكت سبان تكون كبيره عشان تعمل الرينج اوف اكشن بتاع الواير يكون اكبر، فيعمل اكبر قدر من الالاينمنت. يعني استخدم براكت مونو براكت او ميني براكت في حالات الالاينمنت اللي هي مش محتاج فيها سلايدنج، ما فيها نون اكستراكشن، يبقى كويس جدا. انما والبراكت انما في السلايدنج استخدم بقى براكت اكبر. السلايدنج انت لما بتستخدم براكت اكبر هو هتعمل كاونتر اكشن للمومنت، صح؟ تمام مظبوط، هتعمل لي بودي موفمنت. مش هيزود الفريكشن؟ ما هو بقى، ما انا بس لا، ما احنا قلنا البيندنج هو العامل الاساسي في الريزيستنس. يعني according to the evidence بقى ان البيندنج هو العامل الاساسي في، مش الفريكشن. البيندنج اللي بيحصل في الواير. فلما بكون بستخدم بقى براكت صغيره ومعاها واير صغير مثلا 22 مثلا 16 22 مع براكت صغيره، هيكون الواير ده في الحالتين استلس،
بس هيكون الواير ده عرضه ان يحصل له بيندنج اكتر من ان انا بستخدم واير 19 في 25 مع براكت كبيره، هيكون مقاوم ده للبيندنج اكتر اللي هو الواير الكبير، وفي نفس الوقت الكليرانس هنا 3 مللي انما هنا 2 مللي بس. تمام تمام يا دكتور ابراهيم. طبعا هي حاجه جميله، لكن انت برضو ما اديتناش فكره عن ان الجزء بتاع مثلا السيلف لايجيتنج براكت لو احنا استخدمناها في حالات السلايدنج ميكانكس. تمام يا دكتور، ما هي احنا قلنا السيلف لايجيت براكت مش هتفيد بتسريع السلايدنج. ليه؟ لان ما فيش ايفيدنس انها تسرع السلايد، بس احنا بنتكلم كليرانس والفريكشن. هي لها مظبوط، هي لها تاثير على الفريكشن، هتقلل الفريكشن بالفعل، ولكن تقليل الفريكشن مش هيقلل الريزيستنس، لان الميجور كونتنت اوف الريزيستنس هو البيندنج وليس الفريكشن. تمام، يبقى خلي بالك برضه، يبقى انا عايز واير ستيب واير مع الدكتور سامع عمال يشدك على السلف لايجيت عشان رسالته في الاسطى، وخلي بالك. ها تمام يا دكتور، ما هي للاسف بقى ما احنا للاسف هم تجاريا هم تجاريا وانا شفت ناس بتعمل اعلانات مدفوعه علشان تقول ان دكاتره، يعني هم بيدعوا ان هم دكاتره تقويم، وبيدعوا ان هم بيستخدموا براكت بتقلل بيقول لك التقويم السريع السيلف لايجيتنج براكت. فانا بصراحه ما بسكتش، وبدخل لما بشوف الناس دي بعلق وبقول لهم يا جماعه الكلام ده كذب، والسيلف لايجيتنج براكتس مفيش اي اثبات ولا ايفيدنس بيز ان هي. هو دكتور ما احنا ممكن نستريس على النقطه ديت، عشان برضو لو في حد، يعني انا نفسي قبل ما اقراها ما كنت، يعني السيلف لايجيتنج براكت بتقلل الفريكشن. مش بنقول معنى كده ان السيلف لايجيتنج براكت وحشه، لا، لكن ما تحملهاش فوق طاقتها. صح، ما يعني لما اسمع حد بيقول السيلف لايجيتنج براكت بتقلل الفريكشن الكلام ده مظبوط، ولكن تقليل الفريكشن ما بيقللش الريزيستنس، لان الفريكشن يعتبر نيجليجبل بالنسبه للايه للبيندنج. البيندنج هو العامل الاساسي في السلايد في الريزيستنس للسلايدنج. يبقى احنا لو استخدمنا سيلف لايجيتنج براكت مع واير مثلا 19 في 25 في سلايدنج ميكانكس مش هيبقى احسن؟ جميل جدا طبعا، يعني ما فيش منه اي ضرر، يعني ميزه في اللايجيشن بس، يعني ميزه اللايجيشن وتقليل الفريكشن. هو ايه الفرق الاساسي ما بين السيلف لايجيتنج بيحول لك السلوت يا دكتور ابراهيم بتاع الباكت؟ يا دكتور محمد كنت عايزه هو يقولها. يا دكتور انا عارف انت عمال تشده عشان ده شغلك، ارحمه ماشي يا دكتور. لا ده انا في الاول قلت ده دكتور ابراهيم يعني 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 بقى اكتر من توقعاتي، يعني انا مبسوط منه جدا، انا مبسوط منه جدا والله. يعني طيب هنفتح برضو، هل حد من زمايلنا يحب يقول؟ بس انا معلش قبل ما حد يسال، انا عايز اكد على كام نقطه عشان يبقى خرجنا من السيمينار ده بنقط مهمه، ان انت تلخص لنا كده بصوتك كده دكتور ابراهيم اللي انت فهمته في بوينتس كده، يعني ايه احسن واير ان انا اقدر اعمل عليه سلايدنج، واحسن براكت، واحسن براكت واير اعمل عليهم ليفلنج والاينمنت. تمام، هو بس عشان ماشي حضر دكتور، عشان بس ما يختلطش على الناس، احنا قلنا في السيليكشن اوف ارش واير ما قلناش سيكونس اوف ارش واير. السيكونس يعني انا بس بقول الارش واير اللي هو الانيشال ارش واير، اكبر انيشال ارش واير اقدر استخدمه في كل ستيج، يعني اكبر ارش واير اقدر استخدمه في الالاينمنت مع براكت سلوت. لو انا عندي نون اكستراكشن، انا اتفق ان النون اكستراكشن كيسز الافضل فيها البراكت سلوت 18 مش 22، ده في البدايه، والافضل فيها الميني براكت اللي هي الويتس بتاعها قليل احسن من الوايد براكت. فلو انا اتفقت مع حضرتك ان انا هستخدم براكت 18 وهستخدم براكت الويتس بتاعها صغير، وهعمل عليها نون اكستراكشن كيس، هعمل يعني اهم حاجه عندي التورك، احصل على التورك سواء فيشولينجوال او بارلينج للروتس، فهيكون مناسب ليا الوايرز اللي هي في الالاينمنت ستيج، هيناسبني واير من 14 ل 16 لو هو هيديني الاوبتيمم فورس اللي هي ال 50 جرام تعمل لي تيبنج. لو انا محتاج اقل من كده بقى، ده بيعتمد على نسبه الايه الالاين اللي هي المال الاينمنت في الاسنان، ممكن سنه فيها سيفير كراودنج، فال 14 او 16 ده ما ينفعش احطه في الحاله دي، لابد استخدم الاقل منه انزل ل 12. انما لو الحاله يسمح فيها ال 14 يبقى ابدا بيه، لو يسمح فيها ال 14 بدايتي بال 12، طالما ال 14 بيديني ال 50 جرام فورس يبقى بدايتي بال 12، مش هتفيدني حاجه
لان الفورس كده اوبتيمم والكليرنس مظبوطه، يبقى تقليل لل 12 مش هستفيد منه حاجه. ده الكلام بس اللي هو ايه، ان انا مش لازم ابدا بسيكونس في كل الحالات 12 14 وهكذا وانا ماشي، لا يبقى بدايتي ب 16 او 14 لو هيديني الاوبتيمم فورس اللي هي قلناها تقريبا 50 جرام عشان تعمل لي تيبنج في الالاينمنت. لو انا بستخدم بقى 22 براكت سلوت فهبدا ب 16 او 18 بالنسبه للايه ده، بالنسبه للمقاسات. لو انا برضو هيسمح لي او هقدر ان انا اعمل انسرشن للواير ده ويعمل لي الفورس دي، لو لقيته هيعمل لي كليرنس، الكليرنس هتكون اقل من 2 مل اللي هي تقريبا اقل من نص مل يعني، والفورس اللي هتنتج اكتر من 50 جرام يبقى انزل للواير اللي قبله 16 مثلا، لو مش هينفع انزل اللي قبله وهكذا لحد ما اوصل للواير اللي هيديني الاوبتيمم فورس اللي هي ال 50 جرام، ويكون الكليرنس من 2 ل 4 مل اللي هي تقريبا ايه حوالين نص مل كليرنس. طب لو قلنا في كلمه واحده احسن واير واحسن براكت اعمل عليه سلايدنج ميكانكس في الاكستراكشن كيسز. السلايدنج يتعمل على براكت على واير 19 في 25 ستانلس لبراكت سلوت 22. تمام. يبقى يا جماعه الناس الصغيره اللي بتسمعنا، يبقى انا لو طلعت بالمعلومه دي من السيمينار ان انا عشان اعمل سلايدنج ميكانكس في الاكستراكشن كيسز واستخدمت واير 19 في 25 ستانلس مع براكت سلوت 0.022، يبقى انا ايه؟ يبقى انا هحصل على احسن نتيجه مع مراعاه الانكورج. دكتور مع مراعاه الانكورج مراعاه الانكورج. انت هتستخدم ابسولوت انكورج ولا ماكسيمم ولا مودريت ولا مين على حسب انا محتاجه ايه، جروب ايه ولا جروب بي او كده. يعني زي ما قلنا حاله الكلاس 2 كده اللي كان محتاج في اللور ارش انه يعمل انتيرور موفمنت للبوستيرو سيجمنت عشان يظبط المولر ريليشن، فكان عادي انه يعمل مودريت انكورج مع السلايدنج بحيث يفقد شويه من الانكور يونت، فساعتها يعمل كوركشن للمولر ريليشن. هسألك سؤال اخير. احنا دلوقتي قعدت انت يعني هنقول الكور بتاع السيمينار بتاعك النهارده بتتكلم عن الكليرنس ما بين الواير والسلوت، مظبوط؟ ممكن. تمام، احنا هنقول الكور يعني. طب هو الكليرنس ده ليه اسم كده تاني تعرفه؟ الكليرنس ما بين الاورثودونتك واير والبراكت سلوت، البلاي عليه البلاي. ممتاز يا ابراهيم. يبقى كلمة البلاي دي ده اكسبريشن مهم جدا في الكليرنس ده. دايما مش بنقول كليرنس عادي، لما الناس بقى بنتكلم ساينتفك اسمه بلاي. يبقى انا لما اقول البلاي ده يبقى انا عارف ان هو indicated to clearance between orthodontic wire and bracket slope. تمام؟ طيب يا جماعة طبعا يا دكتور ابراهيم، في حد من اساتذتنا او زمايلنا يحب يسأل دكتور ابراهيم؟ طيب احنا بنشكركم جميعا، بنشكرك يا دكتور ابراهيم، السيمينار كان رائع. دكتور ابراهيم عطيه متولي طالب دراسات عليا ماجستير بقسم تقويم الاسنان جامعه الازهر فرع اسيوط. السيمينار كان ممتاز، سيمينار كان اندر سوبرفيجن اوف بروفيسور دكتور محمد احمد سالم، اسوشيت بروفيسور اند هيد اوف اورثودونتيك ديبارتمنت Faculty of Dentistry, Al-Azhar University, Asyut Branch. يعني نتمنى أنكم تكونوا استفدتم من سيمينار اليوم. إن شاء الله لقائنا يوم الجمعة القادم في السيمينار العملي المجمع، ويوم الأربعاء القادم في السيمينار النظري الساعة 11 مساء. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.